تغني يا طال عجبنا بالبندية دخيلك وزع يا طال لكنا في النابلسية أنا للمغرب أيوة بتقول جابت جول وبعد جول الأولى بتبقى في الفضول بتربح مية بالمية بأفراحك يا أبو الأمير أمير الخيل كبير بتعودي هالتقدير كل الفلسطينية وانا جينا بموعد مونديال نغني لأجمل موال ونعمل أجمل احتفال أنا حلمي السلامة من القدس من هذا الشارع محلي هون ربيت هون في هاي المنطقة شوفي إحنا في البلد القديمة حريصين على إحياء بلدنا في كل المناسبات الدينية الوطنية الرياضية حتى وها هو عرس المونديال بالفعل فرصة للتجمع وللتمتع باللعب والتمتع بالمشاركة خاصة ان الفريق اللي بيلعب الليلة الفريق المغربي مع الاسباني وانت بتعرفي انتمائنا قومي كبير عميق كابتن المغرب رفع بعد الانتصار على كندا رفع العلم ولف به الملعب كله وهذا عرس بالفعل يعبر عن مدى انتماء الشعوب العربية لقضيتنا وانتمائنا للشعوب العربية هلأ هون طبعا أجواء كتير حلوة احنا منشجع دائما العرب واليوم بإذن الله المنتخب المغربي بفوز على المنتخب الإسباني واحنا دائما منشجع العرب وهذا المغرب بلدنا وبإذن الله بإذن الله بيرفع رأسنا الشعوب العربية اللي احنا جزء لا يتجزأ منها أثبتت وبالواقع العملي وفي هذا المونديال إن فلسطين هي القضية المركزية في ضمير وقلب وعقل كل عربي وكل حر في العالم بدون منازع بامتياز يعني بدل على إنه الشعوب العربية في جهة وحكامها الرجعيين المطلعين بالرجعية عبيد أمريكا وإسرائيل في جهة كل يوم منشجع العرب ونناصر العرب بالمونديال واحنا بنشكر دولة قطر بشكل خاص على اللي سوته وعملته صراحة اشي بيرفع الراس لكل العرب واحنا من اهل القدس ومن اهل البلد القديمة بالذات منشجع قطر ومنحط ايدنا على ايدها اللي صار في قطر ما عمروش صار ولا باي بلد صراحة كل يوم باي لعبة منشوف العلم الفلسطيني برفرف فضل الله وهذا أكبر إعلام إلنا وأكبر دعم إلنا وإحنا بنشكر قطر وكل واحد رفع راية فلسطين وراية العدالة